أحسن الله إليكم. تقول: لدي طفلان صغيران، وفي أثناء تأدية الصلاة ربما يفعلان أشياء خاطئة، فأقوم بالتصفيق لهم، فهل يجوز ذلك في صلاة الفرض أو النفل أم لا؟ إذا كان في ذلك منعا لهم من العبث، بالتصفيق لهما منع من العبث ويمتنعان من ذلك فلا بأس. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. أما إذا كان الصبيان لا يمتنعون عما هم عليه فلا يجوز هذا التصفيق، لأنه يكون عملا في الصلاة من غير جنسها. نعم.